أكد رئيس عبد الفتاح السيسي على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نقبل به أو نسمح به، مشيرا إلى أن الهدوء في التعامل ليس ضعفا. تعالوا نسمع كلمة من ما قاله السيد الرئيس اليوم، تفضلوا. احنا كنا دايما بنتكلم بهدوء وبحكمة وبصبر وبتعقل، بس ما حدش يتصور ابدا ان ده معناه ضعف او تهاون. لا هو ضعف ولا هو تهاون. لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة الى مصر، ده خط احمر بالنسبة لنا. الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لدولنا.